قبل ما نبدأ المقطع يا حبايب، طارق الباشن سوى برنامج مواهب ونزل أول حلقة على قناته باليوتيوب، راح أحطكم رابط المقطع بالوصف. حط مواهب كلش خرافية ورهيبة، بحار لا لا حدود. مثل ما قلت لكم يا حبايب، الرابط المقطع بالوصف. أتمنى من الكل يروح يشوف المقطع مالته ويشارك بهذه المسابقة، وحيكون بيها جوائز كلش خرافية طارق الباشن سواها، الرابط بالوصف. يلا نبدأ المقطع. الخبر أول اللي عدنا عن يارا مار والتقاها ويا ياسو. فيارا نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات تقول بيها إنه راح تلتقي ويا واحد من اليوتيوبر. فمن تتوقعون هذا الشخص؟ بعد بالستوري الثاني كشفت انه هذا الشخص هو ياسو، اللي راح تصوروا وياها وحصلوا سووا مقاطع خرافيه اللي منهم ياسو وشادو وكارولين. اكون راح احطكم الستوريات تشوفوها. وسهلا، كيفك؟ طبعا بسالتك قبل حبيبتي، الله يسعدك. ويارا وكارولين وكوكي معنا، كوكي بس ما بعرف الاسم. يا جماعه سعيد بالعالم اللي عملتنا. واحد شادو، كارولين. جد هدلال العالم على الواقع جدا غير، جدا حبابين على الواقع. صراحة أنا تفاجأت فيها. احنا كلنا تفاجأنا في بعض أصلا، أول مرة نلتقى في بعض تفاجأنا في بعض. كل من حدا إلى شخصية ثانية غير عن السوشيال ميديا. جماعة كتير حبابين وأنا كتير حبيتهم صراحة. يا جماعة المخلوقات كرة سوبر كرة تتاكل كتير صغيرة على الأبدا. بالحقيقة يعني أنا كنت شوفك بالفيديوهات وهيك، بالحقيقة أنت جدا جدا هيك كتير كيوت وكتير يعني هيك وشك هيك يعني ما بعرف كيف بدي أوصفه، ما بعرف. حكيت هذا الشيء قبل يعني قبل ما نصور الستوري وهلا صح؟ يعني ما عم نتصنع ولا في تصنع أبدا، ترى الستوريات هيك عم تنزل. فاكتبوا لنا أحبابي بالكومنتات شو متحمسين لهذه المقاطع اللي راح يسووها. اما بالنسبه لياسو، فطلع شويه اشاعات انه ممكن ترجع الفريق فافا نابولي بعد ما شافوا مريانا ملتقي ويا كارولين اللي حاليا قاعده تصور ويا ياسو. فصار يتوقع انه ممكن قاعده تصير مفاوضات انه ترجع هي ياسو للفريق، بالاضافه ان مريانا نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات صار هواي اشخاص يتهجمون عليها نوعا ما ملابسهم الداخليه كانت ظاهره بالفيديو. هي وكارولين قاعدين يرقصون رقصات يعني نوعا ما زاد 18 ملابس قصيره. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات هل يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. نختم قمر مار وصل حسبه بالتيك توك ل 800 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال المليون يا رب. طبعا ما بقى شيء، وطبعا لا تنسوني يا حبايبي تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. وبالاضافه انه هواي من المتابعين فضحوا قمر مار ونور مار انه قمر مار كانت متواجده بالفيديو اللي نزلوه على قناه جوجو بعيد ميلادها على طريق هذه اللقطه اللي كان بها نور مار قاعد يقول بها قمر. انتشرت هذه اللقطه، شوفوا ركزوا نور مار لما قاعد يقول قمر بالمقطع. انت بخير، كل عام انت بخير. انت بخير، كل عام انت بخير. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شو تتوقع السبب اللي قاعد يخلي نور مار انه يخفي انه قمر مار كانت متواجده وياهم بالحفله، وهل هي فعلا كانت متواجده وياهم او لا؟ ما ادري صراحه، اكتبوا لنا رايكم بالكومنتات. وبصراحه حبايب وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسوا المقطع طارق الباشا بالوصف. اتمنى بالكل يروح يشوف المقطع مالته، مقطع خرافي، دعموه يا حبايب خليه يتشجع. وبس، كانكم فيزياء مقاطع من القصص. مع السلامه.